الفوس، مرحبا بكم في سوق بريعة مع سلالة الريد نوس. واش عدو؟ 3 شهور، واش عدو هذا 3 شهور السن ديالو؟ ثمن البيع ثمن البيع 1000 درهم. تخلي النمره ديال 0 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
عبالة اتصل به. مرحبا بكم. السلام خوت، باقي من السوق فريعق مع المالين وقت انثى عندها 3 شهور. تم البيع اخويا. ها تم البيع 1500 درهم الخوت. خويا نهار التليفون خلاه نهار التليفون صفر ستة 45 42 48 صفر تسعة. خوتي مرحبا به. قباحة باقي في السوق دي الدكتور عندي لعبات سلالات هاسكي جمال ديال هاسكي واللون ابيض. شحال الثمن اخويا؟ خوت 1000 درهم عندها 60 ديالها 8 اشهر. جمال ديال هاسكي شوف خوت لوينها الزرعين ثمن مناسب هو اخر اللي عنده الكواسر عندي هذه الكواسر هذا الكلام كامل معاه ما غنديرو فيه اللي يبغى يتواصل معاه. خوت باقيين في القرية مع سلالتين وتشيرة سلالة صغيرة وشرسة. خوت شحال عندها من شهر؟ عندها 10 شهور هاك الكارنيه الفاكسان ديالها. عندها 10 شهور الكارنيه الفاكسان ديالها. خويا خويا الكريز الكريز اخويا الهز رجلك هاك دبر حيط لحم. شحال الثمن اخويا البيع؟ 1500 ثمن البيع هو 1500 درهم الخوت. غادي تمشي عند مولاها تمشي عند الصابع. ايه تما التليفون خلاه 06 40 93 99 79 75 05 اوراقنا الهاتف ديال الصابع. خوتي عمرها ما والده. تبارك الله على خويا مرحبا بك. تبارك الله عليك.
احنا مع الصطاف الشراسة. ثمن البيع هو 1500 درهم. السن ديالو خويا شحال؟ سن عام ونص. وانت وين انا صغار؟ 046 70 14 130. اللي بغى اخوتي الكلبة تواصل مع الاخ. شراسة اخوتي، شراسة، شراسة الكلاب الضخمة.